معنى آية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. سميت سورة ياسين بهذا الاسم نسبة إلى الحروف المقطعة الواردة في بدايتها، وترتيبها من حيث النزول 41، وقد نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان، وقدر عدد آياتها عند جمهور الأمصار 82 آية، وعند أهل الكوفة 83 آية. وفي هذه السورة وردت آية يقول فيها الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ويبحث الكثيرون عن معنى آية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وما ترشد إليه من فوائد. إن معنى آية إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أي كانت عقوبتهم صوتا واحدا تكلم به بعض ملائكة الله، فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين، لا صوت ولا حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. تحكي هذه الآية العذاب الذي نزل بأهل القرية المذكورة في قوله تعالى في السورة نفسها: واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ قد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن القرية المذكورة هي أنطاكيا، وهي قرية كما يروي المفسرين وبعض أهل التأويل من السلف يحكمها ملك يعبد الأصنام هو وقومه. أرسل الله تعالى رسلا تدعو هذه القرية لعبادة الله الواحد ونبذ الأوثان، فكذبوهما، فأرسل الله تعالى رجلا ثالثا ليشهد بصدقهم، ولكنهم كذبوهم أيضا وقالوا لهم: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال الإمام الطبري إن قولهم هذا بسبب أنهم منعوا القطر 3 سنين، وقد ظل الرسل يدعونهم 10 سنين. وأما الرجل الثالث فقد ذهب أهل التفسير إلى أن اسمه حبيب، وقال ابن عباس في رواية عنه إن اسمه حبيب النجار، فعندما قال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعوني، وثبوا عليه جميعا فقتلوه، وقيل بل رجموه بالحجارة إلى أن مات، وقيل إنه قال هذا الكلام للرسل فلما سمعه قومه قتلوه. فيقول تعالى عن قومه بعد أن قتلوه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وقد اختلف أهل التأويل في معنى الآية، فقيل إن الله تعالى يقول إن أهل هؤلاء القرية لم يرسل عليهم الله تعالى بعد هؤلاء الرسل رسلا آخرين، ولم ينزل عليهم رسالة أخرى. وقال بعضهم، وهو القول الأرجح، إن الله تعالى لم يحتج إلى أن يرسل عليهم من السماء ملائكة لينفذوا فيهم العقوبة، بل الأمر كان أيسر من ذلك، فلم ينزل ملائكة تهلكهم وما كان لينزلهم من أجل أمر يسير كهذا، ولكن الأمر لم يكن أكثر من صيحة واحدة صاحها ملك من ملائكة الله تعالى، فأصبحت المدينة خامدة ليس فيها ولا حتى صافر بنار. يقول تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، حيث إن جبريل عليه السلام أمسك بعضادتي باب مدينتهم وصاح بهم صيحة واحدة جعلت قلوبهم تتقطع في أجوافهم فأصبحوا ميتين لم تبق منهم باقية. وهذا جزاء من استكبر وحارب الله وقتل رسله وعلى عليهم، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله أعلم.